هلا فيكم حلقة جديدة من توب 10، وهذه حلقة راح نذكر لكم أقصر ألعاب مدة من ناحية تختيم القصة، يعني من يوم ما تضغط ستارت إلى ما يجيك الأند كريدتس حقة اللعبة. لا تنسون اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة، يعطيكم العافية وخلونا نبدأ. مركز العاشر معنا لعبة God of War Chains of Olympus، واللي تم إصدارها على جهاز البلايستيشن بورتبل في عام 2008. صدر لها ريماستر عام 2011 على بلايستيشن 3 ضمن God of War Origins Collection، وهي تعتبر قصة بريكول للجزء الأول، وتعتمد على أساطير اليونانية والعصر الإغريقي في طرح قصتها. نظام اللعب يعتمد على الكومبوات ونظام الكويك تايم إيفنتس عشان تهزم الزعماء، والمدة الزمنية اللي تحتاجها تختم اللعبة كلها 5 ساعات ونص. المركز التاسع معانا لعبة الجزء الأول من لعبة الرعب أوتلاست من تطوير ريد بارلز، تدور حول صحفي يحاول يستكشف مستشفى الأمراض النفسية. اللعبة اصدرت على عدة أجهزة ونجحت بشكل كبير بسبب أجواء الرعب اللي قدمتها، وبعد أكثر من 4 مليون نسخة صدر منها جزء ثاني يكمل عن نجاح الأول، وتم إعلان عن جزء ثالث في 2017، لكن إلى الآن ما شفنا أي أخبار عنها. السلسلة كانت تتميز بوجود كاميرا للرؤية الليلية، وهذا الشيء يزيد الرعب في اللعبة. مدة تختيم اللعبة كانت 5 ساعات فقط. في المركز الثامن معانا لعبة بوكيمون سناب اللي صدرت على جهاز النينتندو 64 في بداية عام 1999، وتعتبر سبين أوف من سلسلة ألعاب البوكيمون. اللعبة فكرتها بسيطة، تتحكم شخصية اسمها تود سناب وهو مصور بوكيمونات. اللعبة تكون بنظام المنظور الأول وتمشي بشكل اوتوماتيكي على العربة، وكل عليك تسويه انك تاخذ لقطات البوكيمونات. بعد كل جولة تفوز او تخسر بحكم جودة الصور اللي انت تصورها. اللعبة تم تسويقها في نينتندو بشكل كبير في وقتها في 86 الف فندق، ومسابقة للفائز بافضل صورة انه يسافرون لاستراليا. بنهاية عام 1999 اللعبة باعت 1.5 مليون نسخة. مدة تختيم اللعبة 4 ساعات ونص. في المركز السابع معنا لعبة كين اند لينش 2 دوغ دايز اللي اصدرت عام 2010، ومن اسمها تعتبر الجزء الثاني لسلسلة كين اند لينش، وهي لعبة شوتر بالمنظور الثالث. احداثها في شنغهاي عن 2 مجرمين لهم كين اند لينش يحاولون يسيطرون على عالم الجريمة في الصين. اللعبة قدمت نظام تصوير جديد ما كان موجود في وقتها ومقتبس من الافلام الوثائقية، وهي ان الكاميرا تهتز وطريقة التصوير غير ثابتة، كان التصوير يكون عن طريق كاميرا فيديو عادية. كل اللقطات كانت غير احترافية بشكل متعمد عشان تضيف متعة للعب، لكن هذا الشيء قابل الكثير من النقاد بأنه غير جيد وأنه كان سبب صداع وألام للرأس، غير انتقادهم بعد على العنف الزايد وطريقة تعرضهم المبتكرة للعنف الدموية في اللعبة بأنها تكون مبكسلة وغير واضحة، لكن كثير مدح طريقة أداء الشخصيات والموسيقى والجرافيكس. اللعبة بعد حوالي 1 مليون نسخة عالميا. مدة تختيم اللعبة هو 4 ساعات. في المركز السادس عندنا لعبة ليمبو من تطوير الاستوديو المستقل بلاي ديد، تم اصدارها عام 2010، وهي من نوع الغاز بلاتفورم. فكرتها انك تتحكم بشخصية ما لها اسم محدد يحاول يحل الغاز والافخاخ عشان يساعد اخته. اللعبة حققت نجاح كبير جدا على وقتها، لا زالت تعتبر واحدة من افضل العاب الاندي بسبب رسوم المميزة وطريقة الالغاز، والمطور بنى الالغاز بشكل متعمد ان اللاعب يخسر قبل يفكر بالحل، وكانت في لقطات عنف لما شخصية تموت. قبل اصدار على الجوالات قالوا ان اللعبة باعت اكثر من 3 مليون نسخة، واكيد هالرقم تضاعف بعد ما اصدرها على اي او اس والاندرويد. مدة تختيم اللعبة هي 3 ساعات ونص. في المركز الخامس معنا لعبة Brothers A Tale of Two Sons، وهي لعبة مغامرات من تطوير استوديو ستار بريز، صدرت على مختلف الأجهزة، وفكرتها أنك تتحكم بخوين كل واحد مزايا، واحد قوي يقدر يرفع الأشياء والثاني يقدر يمر في المناطق الضيقة وغيرها. مهمتهم أنهم يساعدون أبوهم المريض. اللعبة حققت تقييم مرتفع ونجاح كبير من ناحية النقاد. مدة تختيم اللعبة هي 3 ساعات فقط. في المركز الرابع معنا لعبة Journey من نشر سوني كمبيوتر انترتينمنت، وأصدرت عام 2012. اللعبة على انها اندي لكن حققت نجاح كبير من ناحية تجارية من ناحية النقاد، واخذت اكثر مرة لقب لعبة السنة. اكثر مميزها هو طريقة الرسومات والاصوات وطريقة اللعب مع شخص ثاني غريب بدون اي تواصل سواء بالكتابة او بالصوت. مدة تختيم اللعبة هي 2 ساعات فقط. في المركز الثالث معنا لعبة Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes من تطوير استوديو كوجيما برودكشن، وصدرت على اجهزة الجيل الماضي والحالي في عام 2014، وتعتبر اللعبة مقدمة للجزء الخامس بعنوان The Phantom Pain، والمقدمة تدور أحداثها بعد أشهر من أحداث جزء بيس ووكر تتابع قصة البيج بوس. في بداية الأمر اللعبة كانت فكرتها راح تكون مهمة من ضمن الجزء الخامس، لكن عشان مدة التطوير الطويلة قرر كوجيما أنه يفصلها عن اللعبة الأصلية ويصدرها كلعبة مستقلة. ومثل ما الكل يعرف السلسلة غنية عن التعريف، واللعبة هذه بالأخص كانت ولازالت واحدة من أفضل الألعاب اللي قدمت جيم بلاي صلب وممتاز بشهادة الكثير، غير الجرافيكس والتمثيل الصوتي. لكن النقد الكبير كان على مدة اللعبة، والكثير اعتبرها مجرد ديمو للعبة المفروض تكون ببلاش. مدة اللعبة 1.5 ساعة عشان تنهي.
في المركز الثاني عندنا لعبة Prince of Persia اللي كان وقتها نسميها أبو سروال وفانيلا. اللعبة الأصلية صدرت عام 1989 وتعتبر واحدة من أكثر الألعاب في التاريخ، وتفوز بهذا المركز لأنها فعليا تعطيك مدة معينة عشان تنقذ بنت السلطان اللي سجنها الساحر. هي من نوع بلاتفورم وفيها قتال بسيط بالسيوف. على الرغم أنها كانت ناجحة من ناحية التقييم إلا أنها أول ما صدرت في أمريكا فشلت فشل ذريع بعد حوالي 7000 نسخة قبل ما قرروا يصدرها في أوروبا واليابان. اللعبة تعطيك 60 دقيقة يعني ساعة كاملة عشان تنقذ البنت فيها، وهي المدة اللي تقدر تختم فيها القصة كاملة. والآن ننتقل للمركز الأول. كل اللي بقولكم يا الحين هذا شيء حقيقي، واللعبة هذه متوفرة على ستيم حاليا، تقدرون تجربونها وأنصحكم شخصيا أنكم تجربون اللعبة، جدا ممتعة. طيب المركز الأول لعبة هاف مينت هيرو من تطوير مارفلوس انترتينمنت. تم اصدارها على الجهاز بلايستيشن بورتبل عام 2009 وعلى الاكس بوكس لايف عام 2011. اللعبة تقدم 6 أطوار، كل طور يعطيك تجربة وتلعب شخصية مختلفة، وكلها جزء من قصة أكبر تكتشفها بالأخير. طور يعطيك شخصية البطل وبتحكم RPG، وطور شخصية الشرير وطريقة لعب استراتيجي، ومرة تلعب أميرة طريقة لعب شوتوما. 3 أطوار ثانية تعطيك تحدي بشكل مختلف. وصدر لها جزء ثاني باسم The Second Coming على PSP وستيم 2014 بنفس طريقة اللعب، ويقدم 5 أطوار مختلفة. طبعا المميز باللعبة غير أنها تعطيك تجارب مختلفة هي طريقة اللعب، يعني تلعب قصة البطل وتقابل ناس تحتاج مساعدة وتدخل دنجن وتطور معداتك وتختار مهمتك وتطور اللعب والكاركتر حقك توصل لبت 99 وتروح تقاتل الزعيم الأخير، كل هذا في أقل من 30 ثانية. هذه كانت قائمة لأقصر ألعاب التختيم، أعطونا ألعاب لعبتوها وكانت قصيرة، وشاركونا أيضا بالتعليقات إذا عجبتكم الحلقة وهل تبون جزء ثاني لها إذا تبغون. يعني في ألعاب كثيرة قصيرة طبعا، بس هذه الأساسية اللي حطينا لكم إياها، لكن نقدر ندور لكم ألعاب ثانية أيضا لها علاقة بالموضوع هذا. كما كنت الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.